ففي واشتغلنا وخلصت وسافرت. بعد المعهد دخلت سنة جيش، بعد كده سافرت الإمارات وسعوني أنا أعمل وقفة. الشركة اللي هي قالت لنا تعالوا سافروا شركة صادقة جدا، جابت لنا التأشيرة، جابت لنا التذكرة، كانت في المهندسين واخدة هي التوكيل بتاع الإمارات، ومئات قدموا، مئات خدوا من المئات دول 14، وأنا خدوني مالتي ميديا ديزاينر. بعد ما سلمونا التأشيرة وسلمونا التذكرة قالوا السفر اتلغى. من 20 سنة كان اللي بيسافر كان بيبيع ذهب مراته ويودي العفش عند حماه، الدنيا بتتقلب يعني بيسافر. فلما جينا الخبر ده قالوا لنا طيب هنجتمع بيكم لان في اوفر مقدم لحضراتكم ان انتوا تاخدوا ضعف الراتب وتقعدوا في مصر ونعمل لكم اشتراك في نادي 6 اكتوبر، المستثمر الاماراتي بيقول كده، عوضا لحضراتكم عن اللخبطه اللي احنا لخبطناها لكم، ويبقى انت قاعد في بلدك وتاخد ضعف الراتب. وعشان نكون صادقين مع حضراتكم اللي عايز يسافر التاشيره معاه والتذكره معاه والرحله يوم الثلاث، واللي مش عايز يسافر ويسمع كلامنا ياخد الاوفر وياخد الاشتراك ويقعد في مصر يكمل طريقه. ال 14 1 تو 1 انترفيو، اقعد مع كل واحد، هقعد الثاني هقعد الثالث هقعد الرابع هقعد، ادوني ضعف الراتب والاشتراك وهقعد هقعد هقعد الا 2 من ال 14. واحد اسمه رامي الله يمسيه بالخير واخوه. فرد المدير الاقليمي، هو شخصيه معروفه في مصر، قال لنا انتوا ما تعرفوش حاجه هناك، هتروحوا تقعدوا عند مين؟ خلاص احنا قفلنا الفرع هناك. فكان ردي قلت له انا عايز اقبل التحدي، انا عايز اسافر، عايز اشوف الدنيا فيها ايه، حتى لو كان الامر مكلف، حتى لو كان الامر مرهق، مهما كلفني انا عايز اشوف الدنيا فيها ايه. وسافرت وبدات الرحله. كليه الاعلام جامعه الشارقه طلبت متخصص في صناعه الجيمز والحملات الاعلاميه الرقميه، فقدمت على الوظيفه فالحمد لله قبلت. قدمت 100 محاضره عندي برضو على القناه او 110 محاضره في 8 تخصصات في كليه الاعلام في جامعه الشارقه، محاضرات ليها علاقه بالديزاين، 8 حاجات، التصميم والبرمجه وال2D انيميشن وال3D انيميشن والمونتاج والمؤثرات البصريه والمؤثرات السمعيه وبرمجه المواقع والانفوجرافيك ديزاين. 2010 خلاص علاقتي بالحياه كلها بالكره الارضيه هي مصر والامارات، قعدت في الامارات 7 سنين من 2003 ل 2010. 2010 عايز الف الخليج بقى، عايز اروح الكويت، عايز اروح مسقط اشوف الدنيا فيها ايه. فقدمت كمحاضر، قبلت في عدد من الجامعات وبدات اقدم هنا وهنا وهنا. 2013 وكيل وزاره الصحه السعوديه انتدبني مستشار لوكيل الوزاره لشؤون التدريب والاعلام. قدمت، لو كتبت على ساوند كلاود مبادئ الابداع، مبادئ الابداع على ساوند كلاود اول 40 نتيجه اخوكم، وهي 40 محاضره قدمتها في 13 شهر.